وتنضم إلينا من باريس مراسلتنا بلقيس النحاس. بلقيس، أبرز عناوين هذه الزيارة وما يرتقب بحثه من الجانبين. نعم، منذ قليل قد استقبل رئيس الوزراء جان كاستاكس رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، والذي كان قد وصل في 12 يوم السبت الماضي إلى فرنسا في زيارة ستستمر له إلى 16 من ديسمبر. طبعا الزيارة سوف تتضمن كل من فرنسا وإيطاليا، حيث أن الدعوات وجهت إليه من كلا الرئيسي الوزراء الفرنسي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء أيضا الإيطالي. اليوم من أبرز طبعا الرئاسة الفرنسية كانت قد أعلنت أن العلاقات بين فرنسا وتونس هي علاقات فريدة من نوعها، وأن تونس هي شريك أساسي لفرنسا. يجب أن نذكر أن الزيارات بين الرئيس الفرنسي جان كاستاكس بالإضافة إلى نظيره هشام المشيشي أنها تكون دائما على فترات متقاربة، خاصة أن هنالك ما يجمعهما مجلس التعاون الاقتصادي. يجب أن نقول أنه الذي سوف يتم عقده خلال 2021. اليوم هذه الزيارة جاءت حسب ما صرحت الحكومة الفرنسية بجانب من طرف الحكومة التونسية، هو تضامن مع الجانب الفرنسي بسبب الاعتداءات التي جاءت ضمن سياق الاعتداءات التي جاءت من قبل إبراهيم العيساوي في كاتدرائية نيس، حيث أسفر عن مقتل 3 أشخاص. يتم أيضا مباحثات أخرى بجانب التعاون بين تونس وفرنسا. من أهم هذه القضايا سيكون مراجعة وتقييم المساعدات وأيضا التعاون القائم بين تونس وفرنسا في المجال الصحي والمجال تعزيز المستشفيات. وسيكون هنالك أيضا كان هنالك دور لفرنسا في دعم المستشفيات في تونس وتعزيز الاستجابة من أجل الأزمة التي يمر فيها الشعب التونسي الآن في كوفيد وكل العالم. سيكون هنالك من أهم أيضا الملفات التي كان هنالك بيان من رئاسة الوزراء الفرنسية أن هنالك سيكون أيضا تعزيز التفاهم بشأن ملف الهجرة، وخاصة الملف الهجرة الغير شرعية، حيث كما نذكر أن رئيس الوزراء التونسي قد اجتمع بالرئيس التونسي قيس سعيد قبل سفره ووصوله إلى فرنسا من أجل تأكيد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية، بالإضافة إلى أيضا العمل على مقاربة وجهات النظر، وخاصة التي تتعلق بالهجرة الغير شرعية، والعمل على معالجة الأسباب ولا أن تكون المعالجة فقط للنتائج التي تؤدي بسبب الهجرة الغير شرعية. إضافة إلى ذلك هنالك أيضا سيكون شكرا جزيلا بلقيس النحاس مراسلة الغد من باريس.